بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس الفقه الحنفي، بعد أن انتهينا من الحديث عن التيمم والمسح على الخفين والجبيرة والجوربين وشروط كل ونواقض كل وما يصح وما لا يصح. نتحدث الآن عن الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه هي أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة: حيض ونفاس واستحاضة. فما معنى الحيض؟ الحيض عبارة عن دم يخرج من رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل. يعني ايه؟ يعني ان دم الحيض يخرج عن صحة، يعني لا عن داء، لان الدم الذي يخرج عن داء يعني عن مرض هو الاستحاضة كما سيأتي. لا داء بها ولا حبل، لان الله سبحانه وتعالى اجرى عادته ان فم الرحم ينسد بمجرد الحبل، فلا يخرج دم أو فلا يخرج حيض من الحامل، فالحامل لا حيض لها ولم تبلغ سن الإياس. يعني دم يخرج من رحم امرأة بالغة لا داء بها، يعني لا مرض بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. ليه؟ لأن اليائسة لا حيض لها، اليائس لا تحيض. واليائس يعني المرأة التي بلغت مبلغا عند الأحناف على المفتى به في المذهب 55 سنة، يبقى سن الإياس في المذهب الحنفي 55 سنة. إذا بلغت المرأة 55 سنة فإن ده يعتبر سن الإياس عند الأحناف. طيب، النوع الثاني هو النفاس. النفاس هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة عقب الولادة. والنوع الثالث هو الاستحاضة. والاستحاضة عبارة عن دم يخرج من فرج المرأة في غير أوقات الحيض وفي غير أوقات النفاس، وهو دم عرق انفجر، يعني كالرعاف بالنسبة لمسألة الأنف. يعني كما أن الإنسان يعرف من الأنف، فإن هذا دم الاستحاضة بمنزلة الرعاف، وسيأتي الآن حكم الاستحاضة. الحيض له أقل وله أكثر، فأقل أيام الحيض 3 أيام، وأوسط أيام الحيض 5 أيام، وأكثر أيام الحيض 10 أيام. طب النفاس أقل كام؟ لا حد لأقله. فإذا ولدت المرأة وخرجت دفعة من الدم عقب الولد ولم يخرج دم بعد ذلك، كان هذا هو النفاس، وأكثره كام؟ 40 يوما. يبقى لا حد لأقله وأكثره 40، إنما الحيض أقل 3 وأكثره 10. طب والاستحاضة؟ دم يخرج من رحم المرأة لا هو حيض ولا هو نفاس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اذا قلنا ان اقل الحيض 3 ايام، فان الاقل من 3 ايام ليس بحيض، يبقى استحاضة. وما زاد عن 10 ايام برضو ليس بحيض، وهو استحاضة. وما نزل على الايس بعد 55 سنة برضو مش حيض ولكنه استحاضة. وما زاد على 40 في النفاس برضو مش حيض ولكنه استحاضة. وهنا مسألة مهمة، يقول إذا انقطع الدم لأكثر الحيض دي والنفاس حل الوطء بلا غسل. عشان كده بنقول إن تحديد المدة مهم. ليه؟
لأنه يحرم على المرأة بالحيض والنفاس أشياء: صلاة والصوم وقراءة القرآن ودخول المسجد والطواف بالكعبة وأن يجامعها زوجها وأن يفعل مقدمات الجماع بما تحت بالعورة الغليظة من السرة إلى الركبة، يعني ما بين السرة والركبة لا يصح للإنسان أن يستمتع به في فترات الحيض، ولكن له من جسد المرأة كل شيء إلا هذا الموضع. وبالتالي نحن هنا نحتاج إلى أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض لمعرفة هذه الأشياء، فإذا انقطع الدم لأكثر مدة الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل. يعني إيه؟ يعني أكثر الحيض 10 أيام، فانقطع دم المرأة 10 أيام أو انقطع النفاس 40 يوم، ينفع إن زوجها يأتيها وينفع إنها تتوضأ وتصلي ولا يجب عليها أن تغتسل، ولكن يستحب لها أن تغتسل. لكن إذا انقطع الدم لأقل من هذه المدة ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي إذا لم يكن هناك ماء أو لا تستطيع أن تستخدم الماء. يبقى إذا انقطع على أقل من 10 فإنه لا يحل لها أن يجامعها زوجها ولا أن تصلي ولا أن تقرأ القرآن إلا بعد أن تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة. بمعنى إيه؟ واحدة انقطع الدم مثلا لسبعة أيام أو 8، أقل من 10 يعني، وبعدين عدى عليها وقت صلاة يعني وجبت عليها الصلاة، انقطع الدم وليكن الساعة 4 والمغرب على الساعة 6:30 وهي لم تغتسل ولم تصلي لحد ما أذن المغرب وعدى وقت أو العصر عليها، وبالتالي أصبح يجب عليها أن تصلي العصر قضاء. طيب في الحالة دي إما إن هي كان يجب عليها أن تغتسل، وإما إن هي بعد ما عدت هذه المدة أصبح الغسل الآن غير واجب ولكن يصح أن تتوضأ ويجامعها زوجها وتصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات. يبقى إذا انقطع الدم لعشرة أيام صح لها كل شيء بعد أن تتوضأ، لا يجب الغسل وإن كان الغسل مستحبا. إنما إذا انقطع لأقل من 10 أيام يبقى عندنا حالتين: إما إن هي تغتسل ثم تصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات، وإما أن تنتظر حتى يمر عليها وقت صلاة، يعني يعدي عليها وقت صلاة ولم تصلي فتبقى الصلاة واجبة في ذمتها فيجب عليها القضاء. في الحالة دي ينفع بعد أن وجبت الصلاة عليها في ذمتها إن هي تتوضأ فقط وتفعل ما تفعل الطاهرات ولا يجب عليها الغسل. والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة متكررة فيصعب ويكون من الحرج الشديد أن تطالب بقضاء الصلاة الفائتة في أيام الحيض والنفاس، لكنها تطالب بأداء الصوم على اعتبار أن الصوم يعني الصوم الفريضة شهر واحد في العام، وعادة يعني المرأة تستطيع أن تقضي الصوم ويصعب عليها أن تقضي الصلاة. طب إذا كان يحرم على الحائض والنفساء هذه الأشياء فما حكم المستحاضة؟ المستحاضة لا يحرم عليها شيء، يعني الاستحاضة حكمها حكم البول تماما، بمعنى إن المستحاضة تقرأ القرآن وتصلي وتدخل المسجد
وتفعل ما يفعل تفعل الطاهرات ويجامعها زوجها وكل شيء، ولكن تتوضأ لكل صلاة. وحكم المستحاضة حكم من له عذر، يعني يدخل معنا في هذه المسألة واحد عنده انفلات ريح، أو واحد عنده سلس بول أعاذنا الله وإياكم، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة. قال: وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول لوقت كل صلاة، ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل. يعني إذا توضأنا، إذا دخل وقت المغرب فتوضأ من به عذر، فهو توضأ كده عشان يصلي المغرب، فيصلي داخل وقت المغرب ما شاء من الفرائض لو كان في فرائض فايته، وما أراد من النوافل، يصلي أي حاجة، فيصلي سنن، يصلي تطوع، يصلي صلاة، يسجد للتلاوة، يفعل هذه الأشياء بنفس الوضوء. لكن إذا أذنت العشاء انتقض هذا الوضوء اللي توضأ في وقت المغرب، وعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا لصلاة العشاء. يبقى يتوضأ صاحب العذر لوقت كل صلاة. إيه ضابط العذر؟ ضابط العذر إن الإنسان يكون فيه هذا الجرح، في دم بينزف منه، أو المرأة المستحاضة دي، أو اللي عنده انفلات ريح، أو اللي عنده سلس بول، يكون لا ما يعديش وقت صلاة، وقت الصلاة كامل ما يعديش إلا وبه هذا العذر. فأول مرة واحد بدأ معاه الجرح أو بدأ معاه انطلاق الريح، يبقى لازم يكون العذر مستوعب الوقت كله. جاله العذر اتعور مثلا من الساعة 3:30 وقت العصر، العصر جدا، وليكن مثلا الساعة 3:30، حصلت له الحكاية دي الساعة 3:30، ففضل الجرح ينزف أو انفلات الريح أو الأشياء دي إلى أن خرج الوقت. يبقى في هذه الحالة هو صاحب عذر. بعد كده في وقت المغرب، في وقت العشاء، وما بعد ذلك، كيف نعتبر عذره؟ نعتبر عذره بأنه ما يعديش عليه وقت صلاة إلا والعذر موجود. يبقى إذا حدث العذر في أول مرة لازم يستوعب الوقت كله بتاع الصلاة عشان نعتبره أنه عذر، فيعامل معاملة أصحاب الأعذار، يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع وجود العذر، وهذا من باب التخفيف من الشارع. يبقى في أول صلاة، أول ما يحصل له العذر، لازم العذر يستوعب كل الوقت، الجرح ينزف من أول وقت العصر إلى خروج الوقت. وكذلك لو كان عنده انفلات ريح، أو عنده مثلا سلس بول، أو المرأة مستحاضة فاستمر الدم معاها إلى أن خرج الوقت. طيب بعد كده نعمل إيه؟ كيف يكون صاحب عذر؟ يكون صاحب عذر إن ما يعديش وقت صلاة إلا والعذر موجود معه. فده يعمل إيه؟ هو يعني لو كان عنده مثلا، يستحب له إنه لو في وقت معين هو عارف إن العذر ما بيجلوش فيه، يبقى يتوضأ ويصلي في الوقت اللي العذر ما بيجيش فيه. لكن لو العذر يعني دائما، يتوضأ وبعد شوية يجي له الريح، أو تنزل منه بعض المياه، أو ينزف الجرح، أو المستحاضة ينزل منها دم، فإنه في الحالة دي يعني تصلي مع وجود العذر، وهذا تخفيف من الشارع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك قال هنا إن وضوء المعذور بماذا يبطل؟ هل يبطل بما قلناه هناك في نواقض الوضوء؟ لا، هنا يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت، لأن حكم المعذور أن يتوضأ لكل صلاة، فيتوضأ لصلاة، دخل صلاة المغرب يتوضأ، فإذا خرجت صلاة المغرب في هذه الحالة يبطل الوضوء، وعليه أن يتوضأ لصلاة العشاء. ما يحدث
يحرم على الجنب. قلنا يحرم على الحائض أشياء ثمانية: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما بين السرة والركبة. طب ما الذي يحرم على الجنب؟ يحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف بالكعبة. طب ما الذي يحرم على المحدث؟ ده محدث حدث أكبر، ده صاحب الجنابة. طب المحدث حدث أصغر، ما الذي يحرم عليه؟ يحرم عليه ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلافة. ويصح له أن يقرأ القرآن. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لم يكن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن إلا الجنابة. يبقى الجنب لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، المحدث لا يمس القرآن ولكنه يصح له أن يقرأ القرآن. هذا والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.